هنبدأ بتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر الكلية الحربية صباح أمس، وحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. وكان في استقباله لدى وصوله لمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين آلاف المتقدمين، وده باتباع أرقى الأساليب العلمية في الاختيار في إطار من الشفافية وبكل حيادية ونزاهة ومن كافة فئات الشعب المصري. تفاصيل أكثر عن جولة رئيس السيسي التفقدية في سياق التقرير اللي جاي. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر الكلية الحربية، وكان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وحضر سيادته اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين آلاف المتقدمين، وذلك باتباع أرقى الأساليب العلمية في الاختيار في إطار من الشفافية وبكل حيادية ونزاهة دون الالتفات إلى أي اعتبارات أخرى ومن كافة فئات الشعب المصري، وأن الأفضلية دائما للطالب الذي يجتاز بنجاح جميع الاختبارات العلمية والطبية والنفسية والرياضية. وقد أشاد السيد الرئيس بمستوى الطلبة المتقدمين ومدى حرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، وليكونوا إحدى أهم الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل مؤسسة القوات المسلحة العريقة، ليتواصل عطاء أبنائها جيلا بعد جيل. كما ناقش السيد الرئيس الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور على الساحتين المصرية والإقليمية والعالمية، وكذلك المعلومات العامة عن تاريخ مصر وما شهدته من نهضة شاملة في مختلف المجالات، مشيدا سيادته بنظام الاختبارات العلمي المتميز الذي يتم اتباعه لانتقاء أفضل العناصر للانضمام للصفوف القوات المسلحة. كما أكد السيد الرئيس أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية يشكلون مع زملائهم من طلبة الجامعات المدنية أمل مصر وتطلعها نحو مستقبل أفضل، وأن ما تواجهه مصر من مخاطر وتحديات تتطلب إعداد أجيال على أعلى درجات الوعي والإدراك الصحيح بقضايا أمتها، وبذل أقصى جهد لإعداد هذه الأجيال وتطوير المناهج العلمية والمهارية لتتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات.